جيب معك انت وراجع اغراض، برادنا عم يصفر. ماني تحت امرك، بعرف لحالي. وبعشق هالموديل. انت عاصي؟ يي عاصي؟ حلوة كتير عن جد، بتجنن. ممتازة ناريما، تعالي اورجيكي شغله. شوفي هي سياره عاصي، اليوم اشتراها. الله يعطي الكلمة الهيك نصيب. اذا البدايه كانت هيك مع عاصي، ما بعرف شلون حتكون النهايه. لك لا تبالغ، خدها مقدمه لك. عم تتمسخر علي؟ الف مبروك. شكرا، كلك ذوق. شو انت وين كنتي؟ كنت بمشوار قريب وهلا رجعت منه. ما عاد اعطيتي دروس عاصي؟ لو سمحت بهالفترة ما رح اقدر اكون موجودة بالحصص، اعذرني. الامتحانات صارت على الابواب ولازم حضر لها منيح. اذا هيك معذورة، ان شاء الله تحققي طموحك. وانت ان شاء الله. صرعت الحارة. لك مبسوط فيها؟ عم جرب لك ياها. ما معنا وقت نوران، كيف بدنا نلحق؟ لا تخافي من لحق، أنا ما رح أتركك لحالك، اطمني. شو بلا ذوق؟ طلعي له وسكتي. أي ما سمعوا كلمتين. ولك زوبة عنك قليل ترباية. لعمة لسه عم يزمن، ولكن إلها من هون ولا. بتحبي تتفتلي لك شوي بالحارة؟ نوران عاصي اشترى سيارة بيرفقات آسيا. من وين دفعت حقها؟ النص من رزقي والنص الثاني بالدين. ايه يا عيني على هالسياره، مبروك، الله يهنيك فيها ويحميها من كل شر. كلك ذوق خالي نوران. خير ما عملت والله، سياره حلوه وبتجنن. عاصي مباركه يا روحي، ماني مصدقه. الف شكر يا ربي، ابني واخيرا صار عنده سياره. نوران شفت السياره باحلاها. خلاص انبسطت لك كثير والله. بتوقع شوي غاليه ما؟ بصراحة ما رخيصة. عاصي يا ترى وين رح تحط السيارة وتصفها بالليل؟ أكيد مو بنص الحارة مثل هلأ. نيرفات اصفها بنص الصالون مشان نقضي السهرة عليها.